نكسب دوري ابطال اوروبا، ولكن مسموح نسجل ضربات حره فقط، ممنوع نسجل اي شيء ما عدا الضربات الحره. هذول 32 فريق المشاركين بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم، من اجل انه نختار فريق منهم رح خلي عجله الحظ مبدئيا تختار لي مجموعه واحده من بين الثمان مجموعات اللي موجودين، وبعدها رح نختار الفريق. فقبل ما ندور العجله المقتنعه رح يكون صعب جدا واسطوري، فحط لايك واشترك بالقناه وكذلك فعل الجرس. هيا بنا خلينا نشوف. بسم الله يا رب انك تختار لي مجموعه اسطوريه. اوكي المجموعه رقم اي ولا بي؟ اوكي مجموعه رقم بي. مين في بالمجموعه بي؟ اوكي في اشبيليا وارسنال بي اس في ولينس، يعني مجموعه والله ما بعرف مين بيسدد فاولات باي فريق بهدول. اهم شيء انه ما تختار لي لينس ارجوكي، ارسنال او اشبيليا. ارسنال اوايا، اشبيليا كذلك اوايا. وفي 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 ستوب 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 الله بالله عليك وقفي خلص. او ماي جاد الحمد لله ارسنال الحمد لله. فالتحدي اليوم دبل لانه ارسنال بعمره ما حاول تشامبيونز ليج، فراح نحاول نحقق لهم اول دوري ابطال بتاريخنا عن طريق الفاولات بس. هدفنا الان نشوف مين بيسدد فاولات بهذا الفريق. مبدئيا عندك بين وات الركلات الحره عنده 20، هذا 35. ياهو ياهو ما في ولا واحد بيسدد. الو طيب ديكلان رايس كم؟ 65. هافرتس 53. اوديغارد اوديغارد 85 الركلات الحره والله اسطوري. ساكا 69 كلهم تعبانين الحمد لله. والله اوديغارد فنان بالفاولات. جورجيني اظن فنان بالفاولات صح؟ اوكي 76 بس. اول مباراه عندنا ضد بي اس بي ايند هوفن، ضروري جدا انه نجيب الثلاث نقط من بدايتها ونحاول نجيب فاولات. والله حيكون مقطع صعب جدا، والله حيكون تحدي صعب، لازم انه يعطوني فاول لو فوق منه لازم سجله. عرقلني بالله بالله عرقل يا حكم. فاول هي يا حكم يا حكم. ايوه 24 دقيقة حتى اخذنا اول فاول. اوكي اوديغارد الفاولات عنده ممتازة. بسم الله بسم الله بسم الله يا رب يا كريم. لا واضح انه اول فاول ابدا ما كان جيد، ولكن احنا مستمرين بالمحاولة. اعطونا فاول يا اخي. اوه يا رب انها تتسجل معنا ولا مستحيل. الله ما ادري حنجرب حظنا يا رب. لا قويت زيادة. لا 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 اخي مستحيل هالتحدي، والا يمكن يسجلوا علي كمان. طيب خلص الشوط الاول، جانا فاولين بس ما سجلنا ولا واحد، والا كان ممكن نكون متقدم على الاقل 1-0. والله حرام يا اخي، بس يلا نقطة احسن من الخسارة. ما شاء الله هافرتس انصاب ولا انحسب لي فاول. حاليا نحن بالمركز الثاني وهذا يعتبر شيء جيد، ومباراتنا الثانية ضد نادي لينس. ونسيت لكم انه على كل مباراة بنفوزها في بوكس عشوائي ممكن انه يضبط لي التشكيلة، ولكن ما فزنا بأول مباراة، فنتأمل انه نفوز بثاني مباراة ونفتح شيء من هذا الصندوق. إذا ما فزنا بهي المباراة الوضع جدا رح يصعب بدور المجموعات، نحن ما زلنا بدور المجموعات وهيك. يا اخي حدا يعرقلني يا اخي. ايوه والله بعيده جدا بس بعيده يا الله شلون. بسم الله بسم الله بسم الله نكون او لا نكون. يلا يا الله يا ربي هالمباراه زفت. يا حرام يا حرام يا اوديغارد. ومع كل السوء اللي نحن فيه مع انه ما سجلنا ولا هدف للان، مع هيك نحن بالمركز الثاني بالمجموعه ومباراتنا جاي ضد المتصدر اشبيليا، وللان ما قدرت افتح ولا واحد من هذول الصناديق. متحمس جدا بس لازم نفوز، فرح نتبع تكتيك معين بهذا الجيم ورح ورجيكم اياه جوا الجيم باذن الله انه يفرق معنا ونقدر انه نسجل فيه فول. طيب ايوه اخيرا الحمد لله يا رب. هاي فول والله مكانها اسطوري يا جماعه، هاي مكانها اسطوري يا ولد. بسم الله بسم الله بسم الله. يلا يا اوديغارد يلا يا اوديغارد. لا يا الله والله التكتيك ممتاز هذا. يا حرام يا حرام بس شو صدق. فول 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 فول. هات 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 هات. والله بعيده هي بس بنحاول. 35 دقيقه وهذا ثاني فول يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا اوديغارد يلا يا اوديغارد. يلا هذا يجي عرقل هذا يعرقل هذا يعرقل. ايوه الحمد لله فول. يقطع ام الشغله يا رجل. عم هاني حتى اخذ فول. يلا يا اوديغارد يلا يلا. الله يخرب بيت الحارس لا اله الا الله. ايوه حسبها والله. يا رب يا كريم يا اوديغارد بالله عليك. خلينا نجرب التكتيك خلينا نجرب التكتيك خلص اخر مره ها. يلا يا اوديغارد يلا. الله يخرب بيت الشغله رجع صد الحارس راح بنجلط. ايوه هات 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 حبيبي يا راموس حبيبي استمر. يلا
يا الله يا اخي مستحيل يا اخي يا اخي اوديجارد منتهي بالفاولات اه مستحيل يا رجل مليون فاول ولا عرفت تسجل والله غلط غلط مني غلط مني بس يلا نقطه كمان يا اخي رح يئس حس حنفوز بدوري الابطال بدون ما نسجل ولا جول المصائب لا تاتي فرادى حاليا نحن بالمركز الرابع ما تلقينا اهداف ما سجلنا اهداف ولا شيء ما في مننا فائده يا رجل المشكله مباراه الاياب ضد هذا الفريق الكريه اللي اسمه اشبيليا لا اله الا الله فكونا من شركم يا اشبيليا خلص بس قلت لكم خبره صرت بالفاولات الله يا اوديجارد يلا لا حول ولا قوه الا بالله ايوه بيرفكت بيرفكت والله هي قريبه هي قريبه يا اخي بقى مليت منك نفس التكتيك بس شويه نرفعها بقى ماشي يلا صدها عاد هي ها صدها يلا صدها ايوه ايوه اخيرا يا رجل اخيرا صد يا حارس صد والله كفو يا اوديجارد لما بتلعبها ارضيه بصدها طلع لما بترفعها شويه بس اه لو عرفان بس شوف عينك على الفول الله عليك يا اوديجارد اخيرا يا رجل اخيرا الحمد لله ايوه يا عيني عليك يا راموس بتفهم يا رجل والله شكرا يا راموس طيب بسم الله هي كيف بدنا نسددها عاد هالمره والله بدي اجرب الطريقه من هون يا جماعه الا ما تلف او ماي جاد قويتها زياده ايوه شكرا يا حكم حمد لحسبها يا رب يا كريم طيب بسم الله بجرب هاي الطريقه بسم الله يا والله كانت أسطورية يا أودي يس أول فوز الحمد لله يا رب الحمد لله شكرا يا شيخ شكرا نحن حاليا رجعنا على المركز الثاني والحمد لله والله إنه أدائنا أسطوري بس المشكلة إنه المركز الثالث والرابع معهم أربع نقط يعني إذا خسرت المباراة الجاي أو تعادلت ممكن تصير بالمركز الرابع وكلهم فيهم حظ قوي وفي وحدة فيها الحظ أسطوري ما رح أحرق عليكم خلينا نفتح ونشوف بسم الله او ماي جاد الهدف بهدفين هي اذا سجلت فول بدل ما يحسب بواحد رح يحسب باثنين الفول الجاي اللي بسجله يحسب باثنين اذا فزنا بهي المباراه 100% تاهلنا يلا 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 خلص صرنا خبره بالفولات وانا متاكد حنصير نسجل فولات كثير هات والله بعيده بس اذا سجلناها يحسب الهدف بهدفين اي فول الان بنسجله سواء هذا او اللي بعده يعني الفول الجاي اللي بنسجله يحسب باثنين مستحيل يا رجل او ماي جاد والله ضحك كانت قويه يا رب ضربة جزاء هي من برا صح قريبة جدا يا جماعة من على الخط يلا يا اوديجارد ايوه يس شايفين النتيجة الان 1-0 يا عيني عليك يا اوديجارد يا عيني على الفول الاسطوري يا ولد خلي الحق تصد ما له امل يا رجل خداعة هي ولكن النتيجة الان 2-0 يا جماعة لانه الهدف بهدفين وهذا الشيء اللي استفدته من صندوق الحظ جي 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 هيك المفروض انه نحن رسميا ضمننا تأهلنا وهلا صار وقت انه نفتح صندوق من الصناديق هي بسم الله خلينا نفتح رقم 1 إعادة الضربة الحرة هذا أسطوري يعني إذا أجتني ضربة حرة وضيعتها بقدر إني عيدها ولكن لمرة واحدة بس هاي المباراة بلعبها وصراحة رح ألعب على التعادل السلبي ما بدي سجل الفول بدي أوفر اللي طلعت لي هاي لدور 16 10 minutes later أوكي أخيرا انتهت المباراة ما سجلت ولا خليتهم يسجلوا بالنهاية تصدرنا مجموعتنا مع إنه مسجلين 3 جوال بس بايرن متصدر مانشستر يونايتد طلعوا من دوري الأبطال نابولي متصدر وريال مدريد المركز الثاني ألو شو الدوري الأبطال الغريب هذا يا شباب أتلتيكو مدريد أوكي لاتسيو ميلان المركز الرابع مانشستر سيتي المركز الثاني بمجموعته برشلونة تأهل وبنواجه بدور 16 نادي لاتسيو لا إله إلا الله صراحة التحدي بدأ يصعب كمان وكمان فإذا بتتوقع أنه رح نفوز بدوري الأبطال حط لايك وإذا بتتوقع أنه ما رح نفوز بدوري الأبطال حط اشتراك خلينا نشوف مين اللي واثق فيني ومين اللي واثق أني أنا رح أقدر أجيب دوري الأبطال أم لا هل جابريل خيسوس رجع الحمد لله جابريل خيسوس رجع من الإصابة رح نتبع نظام دوري الأبطال سنة 2020 اللي هو من مباراة واحدة لاحظوا أنه نحن للآن ما تلقينا أي أهداف فيعني اللهم لا حسد يعني يا حكم هاي فاول اوكي اخذنا فاول اصبر والله هذا الفاول مكانه اسطوري وحتى لو ضاعت فانا معي اعاده بس ان شاء الله ما بنضيعها ان شاء الله يلا يا اوديجارد يلا
يا الله شاله. استخدم الإعادة الآن خلص. يلا هالمرة أثق فيك يا الأوديغارد. والله زاويته صعبة يا جماعة والله. يا رب إنه يلفها صح بس. هي 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 هي. هي هي يا أوديغارد. هاي لكم هي يا جماعة. أوه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله هدف مهم جدا. والله كفو يا الأوديغارد. والله كفو يا رجل. لا تسوا كمان أوايا بيهجموا عليك ومدري شو. الله عليك يا أوديغارد الله عليك. بالله العظيم يا أخي يقطع أم حظكم. أوه ماي جاد. حسبي الله عليكم حسبي الله يا رجل. لازمنا فاول تاني والفاول هالمرة ما عدنا نقدر نعيده لأنه استخدمناها الإعادة خلص. بس هي يا اخي ما في ولا واحد بيشوط بالرجل اليمين. رح انجلط من هالموضوع. بس يلا بنجرب جابرييل خيسوس لانه عندي طريقه اذا ضبطت. يا ساتر صدقوني خيسوس ما بيشوط فاولات بس بيسجلها. لا كان بتحول الجول كان بيصده بيدخلها بمرمى. يا حرام والله انها رهيبه يا رجل. خدعته خدعته عملت نكل بول. لا تقلي هاي مو فاول. ايوه نجرب. يلا بسم الله ما لنا خسرانين شيء ما لنا خسرانين شيء. يلا يا الله يا اخي مستحيل الحارس مستحيل. هذا نفسه اللي جاب الجول على اتلتيكو مدريد. يلا شوط اضافيه 15 دقيقه لازم اخذ فيهم فاول وسجله والا انا رسميا برا. بس 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 هي 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 هي, هي. خلص هي 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 بإذن الله. هي بدون فلسفة اتبع الطريقة المضمونة L1 مع زر التسديد. بس اصبر قبل خلينا نجيب هدول اللاعبين. ايوه هيك فتحوا لي الزاوية. هي يا أوديغارد هي يا أوديغارد هي 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 يا ملك يا أسطورة. الله عليك الله عليك الله عليك يا أوديغارد. هات التأهل هات يا وحش. يا ساتر عطيني الإعادة عطيني الإعادة. قدم يسرى نارية شرارية وابلع ابلع يا بروفيديل. شوف الإعادة الله عليه. وقبل ما نعرف خصمنا مين بالدور القادم خلينا نشوف شو رح يجينا. ترى هي إعادة الضربة الحرة موجودة يمكن أكثر من مرة. بسم الله أو ماي جاد إعادة الضربة الحرة مرة ثانية. هي موجودة تقريبا مرتين أصلا ونحن بدور ربع النهائي بمواجهة باريس سان جيرمان. أوكي اوكي من نص الملعب انا شو راح استفاد؟ بقدر سددها اصلا؟ والله بقدر. تخيل يا رجل تخيل تروح على المرمى. والله انها رهيبه يا حرام. ايوه 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 الحمد لله الحمد لله. دقيقة 16 شكله يا جماعة لو أوديغارد بسدد باليمين كان سددت على هاي الزاوية. فمالي إلا جابرييل خيسوس جابرييل الخيسوس. صدقوني بسجلها يا جماعة صدقوني. قولوا منار ما قال. يلا يا خيسوس يلا يا خيسوس هاي جول. لا يا ما لفت المشكلة يا حرام. كيف جابها يو يا الله حكم. يا الله يا اخي عم حاول. الو انا معي كان اعاده الفاول ونسيتها. او ماي جاد او ماي جاد حنستخدمها على الفاول الجاي يا جماعه. راحت علي كان لازم استخدمها بوقتها والا بتروح. اوه يا فيتينيا شو سويت؟ ارجوك يا حارس. يا الله يا الله مستحيل يا اخي التحدي مريض. حكم يا كلب. حكم بعطشي على تحدي يا جماعة. إذا بتتوقع أني حسجل هاي الضربة الحرة حط لايك. إذا بتتوقع أني رح ضيعها حط اشتراك. خلينا نشوف. وترى معنا قانون الإعادة. طيب ماشي حنجربها بهاي الطريقة. بسم الله يلا يا أوديغارد. هات الهدف هات يا أوديغارد. شفتوا الطريقة؟ هاي الطريقة الجديدة خلاص. يا عيني على اللفة يا أوديغارد يا عيني على اللفة يا مجنون يا مجنون أنت يا مجنون. خليك أنت بالأرض راقبها 4K راقبها وهي تدخل الشباك. يعني إذا أجانا فول كمان وضيعناه ممكن نعيده. للآن أنا ما استخدمت الإعادة.
بس 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 والله شكلها هي يا جماعة سويت نفس الهدف اللي سجلناه على لاتسيو ومعنا الإعادة بحالة ضيعناها. بس خلص يا جماعة نلعبها على المضمون على هاي الزاوية. شوف 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 المضمون على المضمون. حاسس هي يا جماعة جلتش مستحيل تنصد. يلا يا معلم يا أوديغارد، هي يا أسطورة يا أوديغارد، يا عالمي يا خرافي يا رجل، ما عدنا ضيعنا، خلص صرنا محترفين فولات. شوف بس شوف الهدف بالتسعين يا وحش يا وحش. انتبهوا منه هذا الكريه. لا لا يا حارس، لا يا حارس، لا يا حارس يا متخاذل يا اخي، سهلة هي. الله يقطعك يا الحال، ما بقي غير ديمبلي يقعد يحسن بليالي الابطال. يلا اشواط اضافية، والله شكلنا حنخسر. ايوه 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 ايوه، هي هي يا ماركينيوس يا اسطوره. والله كفو يا الماركينيوس، ومعي معي فرصه الاعاده. يلا يا اوديغارد، يلا يا اوديغارد، يلا يا اودي. تصدّى، معنا معنا اعاده، معنا اعاده عادي. بس كيف تصدّاله يا رجل هالمره؟ يلا يا اوديغارد فرصه التعويض، نكون او لا نكون يا اوديغارد. والله هي المفروض انها سهله يا جماعه، رح نلعبها لافه وارضيه. يلا يا اوديغارد، يلا يا اوديغارد، يلا يا اوديغارد، يلا يا اوديغارد يا مجنون. يلا يلا بو 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 بو، يا اوتك يا اوتك يا رجل، الله عليك الله عليك، انتهلت يا رجل. اوه يا المباراه، يخرب بيت القوه، ثلاث فاولات مباراه واحده، هذا لا يحدث كل يوم. وشوف الهدف، شوف 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 اللفه، يا عيني عليك يا عيني عليك، والله لفه خرافيه يا وحش. الله عليك يا مجنون، الله عليك. احسن شيء يا ولد، نضيع وقت، ضيع وقت يا ولد، ضيع وقت. ايوه ايوه، معليش يا مبابي، والله معليش. يس انتهت انتهت، الحمد لله يا رب. اوكي ريال مدريد اتأهل، بايرن اتأهل، منواجه مين طيب؟ منواجه بايرن ميونخ بدور نصف النهائي. والان معنا اختيار يا جماعه، ممكن انه يكون شيء ممتاز، ممكن لا، خلينا نشوف. بسم الله بسم الله بسم الله. او ماي جود، هي رهيبه، هي واحده ساوي لاعب الفولات عنده 99، يعني اذا عندي اوديغارد مزود لي الفولات 99 بيصير احتماليه تسجيل الفولات اكبر واكبر. يا سلام يا مزراوي، مزراوي الوحش من اول 10 دقائق بيعطينا فول، فرصة التقدم. وحاليا عندنا بطل جديد بالفولات، الجابرييل الخيسوس، مثل ما شايفين يا جماعة الخير 99 عنده الدقة. خلينا نجرب فولاتك يا الجابرييل الخيسوس. يلا يا خيسوس، يلا يا خيسوس، يلا يا خيسوس، يلا. بابا 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 با يا اسطورة يا اسطورة يا اسطورة يا اسطورة. ايوه يا جابرييل يا وحش، يا جابرييل يا اسطوره. شوف 99 الركلات الحره، الله عليك يا اسطوره، الله عليك. والله خدعته لنوير يا رجل، لفت بالهواء. ول 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 ماي جود، حكم 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 يا حكم، يا الله يا عمي تعال. ايه هي فاول، انا ما بتعطيني شيء، طرد كمان. تفضل يلا مشان نكمل المباراة بعشر لاعبين، كملت معنا. او ماي جود، اوكي جي 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 جي، بلعونا التعادل يا اخي. هذا حارسي، حارسي بده مين يجي على الملعب يعطيه كف، قسما بالله محالة بقى. ايوه 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 ايوه، الحمد لله يا رب، الحمد لله فول، الحمد لله والله بوقتك يا الفول. اعطيني جابرييل خيسوس، يلا يا خيسوس، يلا يا خيسوس، جولك يا خيسوس. يخرب بيتك شاله، ها يا نوير، يا عمري عليك يا عمري عليك، اخر 10 دقائق هي مهمه. اصبر حط لي خيسوس. طيب بسم الله بسم الله، يلا يا جابرييل، يلا يلا يا ملك، يلا يا ملك. يوه 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 يوه، شوف يا رجل شوف، يا الله صدّى، ما صدّى، ما لمسها اصلا، يا حرام يا حرام يا الحظ. ايوه الحمد لله حسبها، فرصة الخلاص يا خيسوس من كل شيء. والله الزاوية مفتوحة يا رجل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. واو يا معلم يا معلم يا خيسوس، يا اسطوري يا خرافي يا معجزة، يخرب بيت الحطة يا رجل، الله عليك. شوف التسديدة بس، الله عليك يا خيسوس، يا مرجلة يا خرافي يا معجزة انت يا وحش، الله عليك. يلا النهائي، وديني
نهاية ضد ريال مدريد جي جي، خسرنا دوري الأبطال. وبما أنه هذا النهاية فما بنفتح ولا صندوق من صناديق الحظ والاعتماد على المهارة فقط. هيا بنا يا رجال، يوم الحسم ضد الريال كبير أوروبا. المشكلة للآن ولا فول، ولا فول، يعني قلنا ريال مدريد فريق يعني أسطوري يعني، بس إنه معقولة ما بيرتكبوا الفولات؟ لا ما في فائدة، سجلت ما في فائدة، وين حشوطك أنت؟ يا ربي التحدي المريض. بوقتك يا كروس يا وحش، الله عليك يا كروس. اوكي 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 اوكي، نفس ما سويناها على نوير، بس هالمره هون التيبو كرتوا بالجول. تيبو يا تيبو وما ادراك ما التيبو. بسم الله 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 بسم الله. الله الله الله، جابرييل يا الجابرييل، يخرب بيت الحطه المجنونه. الله الله الله، خلاص 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 خلاص. لا 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 يا الفول، لا 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 لا، هذا أحلى فول بالمقطع للآن. الله عليك الله عليك الله عليك، ونحن رسميا أبطال أوروبا للمرة الأولى عبر التاريخ. إذا استمتعت بالمقطع وعجبك حط لايك واشترك وفعل الجرس، وهذا المقطع كذلك رح يعجبك بفكرة أسطورية، فأضغط عليه وروح تابعه الآن.